السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة. أضرار عملية تكميم المعدة. أعزائي، للأسف نحن في زمن زادت هذه العمليات نظرا لزيادة الوزن، فبالتالي قبل أن أبدأ لا أنصحكم بالقيام بهذه العملية، لأنني شاهدت العديد من الأشخاص نادمون جدا جدا عن قيام بهذه العملية. ولكن إذ كنت مضطرا اضطرارا شديدا وذلك يقرره الطبيب الخاص بك، إذا كان الأمر طارئا يجب أن تفعلها، ولكن إن لم يكن طارئا لا أنصحك بالاقتراب. أعزائي، من الممكن أن يصيبك تسربا في المعدة، ومن الممكن أن تصاب بالتهاب الصفاق، وأيضا من الممكن أن تسبب مشاكلا تصيب تجويف البطن، إضافة على ذلك زيادة آلام البطن والحمى وعدم قدرتك على تناول الطعام بشكل صحيح ومريح. إلى اللقاء.